المواطنون، أيتها المواطنات، صاحب الدجاجة يخاطبكم. السلام على رسول الله. شعبي العزيز، إننا نمر بأوقات عصيبة، ولهذا فإن كلابي كلاب الداخلية يقومون بالواجب الذي هو منوط بقمع واختطاف كل من يطالب بالحرية والكرامة. أما كلاب العياشة فهم ما يناضلون في فيسبوك وفي الواتساب، وهذا دليل على ترسيخهم بمبادئ العبودية والتكلاويت التي يقنونها لجلالتنا. شعبي العزيز، من يحلم منكم بالكرامة أو الحرية عليه أن يتخذ طريق ليبيا ثم يذهب إلى أوروبا، هناك يجد الحرية والكرامة. أما في ضيعتي لا يوجد كرامة ولا حرية، فأنا المفترس الذي يفترس ثروتكم، ومن يتحداني فالسجن وكلابي والقضاء وكل شيء في يدي، ومن يقدر على تحدي جلالتي فلينزل إلى الشارع. فكلابي كلهم مسلحون بالسلاح الذي هو اشتريناه بثروتكم. شعبي العزيز، من يريد أن يتحدانا فالقرعة في الانتظار، ومن يتبع الجمهوريين فأولئك يريدون الحرية والكرامة. إن أولئك الخونة من الجمهوريين، من تشفين وكلومي وكل من معه، فنحن لهم بالمرصاد. إن مخابراتنا وكلابنا يترصدون كل خطواتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.